الخير بحلقة جديدة من برنامج دوز الطبي، وكل عام وانتم بألف خير يا رب بنهاية السنة وبداية سنة جديدة إن شاء الله بتكون حاملة كل الخير والسعادة والصحة لإلكم ولمحبيكم، وإن شاء الله كمان نكون قدرنا نقدم لكم المحتوى يلي شغل اهتماماتكم بسنة 2023. كيفك دكتورة؟ كل سنة وانت سالمة يا رب. انت سالمة يا رب. كيف موسم هالأعياد معك؟ حلو كتير. انت كيف كانت هالسنة عليكي؟ يعني الحمد لله فينا نقول انها مليئة بالانجازات، ان شاء الله السنة الجاية بتكون احسن. ودائما كنت عم اقول لهم للصبايا عن جد الواحد لازم يحاول يحب الوضع اللي هو فيه لتقدر الحياة تعطيه اكثر. صح، مشان يقدر ينجز. تماما. وهي السنة اساسا هي الفترة بتكون احلى فترة بكل السنة. اي والله صح، بتكون كلياتها فرح واعياد. فرح واعياد وخير، ان شاء الله يا رب هالسنة تكون خير والسنة الجاية تكون احلى واحلى. وهذا عن ذلك يعني معكم فرحتين هلا اخر السنة. تماما. تكون احلى من هي. وبما انه هي حلقتنا الاخيره لسنه 2023 رح نواكب اخر واحدث التطورات الطبيه ونقدم لكم اياها، ورح نحكي عن ابرز الانجازات العالميه والمحليه خاصه. خلونا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. احدث 5 تقنيات طبيه لعام 2023. أبرز التطورات والحالات العلاجية سنة 2023 بسوريا. أبرز الإنجازات الطبية لهالسنة. أهم النصائح للتعامل مع الأطفال حديثي الولادة. عام 2023 كان مليء بالاختراعات والاكتشافات الطبية يلي كان إلى دور كبير بالشفاء، سواء الشفاء المؤقت أو حتى الدائم بكافة الأشكال الطبية الحديثة يلي تنوعت وتعددت بمختلف مجالات الطب. تماماً، يعني كان في الكثير من الأمراض يلي كنا نقول عنها مستحيل تشفى، ولكن بمرر الوقت وتطور الطب تم جمع حصيلة كبيرة من المعلومات والأفكار الطبية. لهيك خلينا نشوف الدراسات شو قالت عن تقنيات طبية ساعدت الأطباء بعام 2023. التقنيات الطبية عبارة عن أدوات متعددة تستخدم في مجال الرعاية الصحية لتحسين جودة الرعاية وتشخيص الأمراض وعلاجها. واليوم رح نكون معكم لنخبركم عن أحدث 5 تقنيات طبية انوجدت بعام 2023. أول التقنيات هي تطبيقات الصحة للجوال. يمكن مراقبة صحة المريض وتتبع البيانات من خلال تطبيقات على الجوالات الذكية، على سبيل المثال مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الغلوكوز. بالإضافة للساعات الذكية المرتبطة بالجوال، فالناس كتير عم يرتدوا هدول الأجهزة لتتبع التمارين أو الخطوات والتفاعل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولعب الألعاب المتعلقة بالصحة. ثاني التقنيات هي الرعاية الصحية عن بعد. يستخدم العديد من الأطباء والممرضات الخدمات الصحية عن بعد لتسهيل الرعاية لمرضى الصحة الريفية والعقلية وإجراء فحوصات جيدة للمرضى، وبتكون عم تشتغل هالخدمات الصحية عن بعد لتحسين وصول المرضى للرعاية بالنسبة للأشخاص يلي بيعيشوا بالمناطق الريفية أو المناطق البعيدة. ثالث التقنيات هي السجلات الصحية الإلكترونية. بيستخدم الأطباء والممرضات السجلات الصحية الإلكترونية لتتبع معلومات المريض مثل التاريخ الطبي والأدوية والمختبرات والبيانات الثانية، وبيقوم نظام التسجيلات الطبية الإلكترونية بجمع المعلومات الصحية للمرضى والسكان بصيغة رقمية، وبإمكان المرضى ومقدمي الخدمات الوصول إليها بسهولة. هذا الشيء بيساعد على تقليل الأخطاء وتحسين تكاليف الرعاية الصحية. أما رابع التقنيات هي الأجهزة الطبية. بيستخدم الأطباء والممرضات الأجهزة الطبية المختلفة بالمستشفى والعيادة وأعدادات المنزل لإدارة رعاية المرضى، فعلى سبيل المثال مضخات التسريب وأجهزة مراقبة الإشارات الحيوية ومراقبة الغلوكوز وأجهزة التنفس والروبوتات اللي بتساعد بتحسين تجربة رعاية المرضى بالعمليات الجراحية المعقدة. بالإضافة لهالشي بيتصل العديد من هالأجهزة بسجلات الصحة الإلكترونية الخاصة بالمرضى، وهذا الشي بيحسن الوصول والسلامة والتواصل مع فريق الرعاية الصحية. وختاما مع 5 تقنية هي الذكاء الاصطناعي. بدأت الممرضات والأطباء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى مثل التكنولوجيا يلي بتعزز اتخاذ قرارات المريض
وبيتم الاعتماد على روبوتات المحادثة لتزويد المرضى بإجابات لأسئلة الرعاية الصحية الشائعة وجدولة المواعيد. وبالختام بيساعد الذكاء الاصطناعي على التعرف بسرعة على التغيرات اللي طرأت بظروف المريض. الإنجازات الطبية ما كانت فقط على الصعيد العالمي، كمان شهدنا على الصعيد المحلي تطورات كتير كبيرة بمجال الطب رغم كل الأمراض وحتى الظروف الصعبة اللي مرت علينا، وشفنا عمليات استثنائية صارت ضمن مشافي سوريا. وبالإضافة لهذا الشيء أنه حتى الكوادر الطبية عم تكون مهيئة ومجهزة بأدوات واستراتيجيات طبية مناسبة. وبفقرتنا لليوم رح نحكي عن أبرز العمليات النوعية أو التطورات يلي شهدها المجال الطبي بسوريا. تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نعرفها مع الأستاذ الدكتور والمدير العام لمشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام زكريا الأمين. مرحبا دكتور. يا مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نبتدي حديثنا بآخر حلقة لسنة 2023 ونحكي أكثر عن موضوع تأهيل الكوادر ضمن مشفى المواساة. هلا الحكي الحقيقة بمشفى المواساة مثل ما بنعرف كلياتنا هو المشفى الأم للمشافي بالقطر العربي السوري، سواء من الناحية الخدمية أم من الناحية الأكاديمية. من ناحية الكوادر الطبية، كل الكوادر الطبية سواء كانوا طلاب الطب، طلاب الماجستير من الدراسات العليا، طلاب الدكتوراه، التخصصات الفرعية، بيتلقوا تأهيلهم العلمي بمشفى المواساة. الحقيقة الكوادرنا الطبية يعني كوادر متعوب عليها، مفتخر فيها. كان آخر أذكر لك حادثة صغيرة، في كان موضوع الاعتمادية تبع جامعة دمشق بكلية الطب، فطرح هذا السؤال أنه أنتوا كأساتذة جامعيين كيف بتقيموا كوادركم الطبية؟ فكان إجابتي لألهم أنه دائماً وقت نبحث عن مخرج منشوف شو اللي شي ساواه على الأرض يعني. فقلت لهم خلينا نشوف عدد الأطباء السوريين الموجودين مثلاً بالاتحاد الأوروبي بأمريكا، قديش مستلمين مناصب خدمية أكاديمية، حتى في بعضهم عن الصعيد الأكاديمي. هون بناخد فكرة عن المخرج الممتاز اللي هو سفير، لأن بوين ما راح الإنسان السوري دائما إنسان متميز. مزبوط. الشيء الثاني اللي قلت لهم إياه أنه لأول مرة بتاريخ الامتحانات الأمريكية اللي SFMG يحصل طلاب من الجامعات السورية كليات الطب وخاصة جامعة دمشق على علامة 100%، وهذه غير مسبوقة بالتاريخ الامتحانات الأمريكية. طبعا هذا الطالب لما مشغل عليه صح، صحيح، ولما متدرب صح، فما وصل له النتيجة اللي صحيح. هي بترفع رأس كل سوري. كوادرنا الطبية كان لهم دور كبير بالأزمة، بالحرب، بكل المواقف الصعبة اللي مروا علينا خلال العشر سنوات. منحب نوجه لهم تحية ونقول لهم يعطيهم ألف عافية. لكل طبيب حالياً عم يقدم مناوبات وعم يقدم شغله بظرف حتى فترة الأعياد، صحيح. هو ممكن يكون جنب أهله، صحيح. لكن هو عم يحاول يقدم أفضل المستطاع. تحية كبيرة كتير منا لإلكم، أنتوا بالنهاية سفراء حقيقة، صحيح. لسوريا بكل بقاع الأرض. طبعاً التحية موصولة للكادر الطبي والكادر التمريضي طبعاً، والكادر الإداري، لأنه عبارة عن فريق عمل يعني. فريق عمل متكامل، خلينا نحل تماماً. صحيح. طبعاً وهذا الحكي نحن كلنا بنفتخر فيه كسوريين وكأطباء. نعم. شكرا لكم دكتور. طيب بما انه نحن عم نحكي عن الانجازات، خلينا نقول انه هي السنه 2023 كان فيها عمليات نوعيه ضمن المشفى او حتى نادره عالميا، وخلينا نحكي ونشرح عنها شوي. هلا مثل ما بنعرف كلياتنا انه مشفى المواساة هو مشفى تحويلي، يعني تحول اليه الحالات الصعبه من كافه الجغرافيا السوريه، لأنه موجودين فيه أطباء أساتذة جامعيين، عندنا حوالي 150 أستاذ جامعي. فالحالات الصعبة واللي غير قادرين أنه يعملوها بالمشافي الأخرى بالمحافظات الثانية تحول إلى مشفى المواساة. اثنين، مشفى المواساة هو أكبر منظومة إسعافية طبعا تابعة للتعليم العالي موجودة بسوريا كلها. نحن السنة الماضية، مو بس السنة الماضية وهالسنة والقبلة كمان، كنا رواد بمثلا، هذا مثل على سبيل المثل للحصر. تماما للحصر،
رواد مثلا بموضوع زرع الكليه. السنة الماضية عملنا 160 عملية زرع كلية، ما شاء الله، اللي هي نص عمليات اللي أجرت في القطر العربي السوري كلها. طبعا عملية زرع الكلية من العمليات الكبيرة المعقدة، صحيح، المعقدة الكبيرة اللي بتطلب خبرة، بتطلب إمكانيات. فتم يعني 160 عملية السنة، كمان العدد بحدود الحد هلأ في عنا 140 عمل كمان زرع كلية. مو بس زرع الكلية، يعني كل العمليات في عملنا السنة 23 لحد هاللحظة تقريبا بحدود 15,000 عمل جراحي. جزء الكبير منها هي عمليات بيسموها ميجر سيرجري. ميجر سيرجري بمعنى عمليات كبرى تتطلب إما خبرة أو زمن أو حالات نادرة، كلها تم إجراءها بمشفى المواساة. يعطيكم ألف عافية دكتور. دكتور، ننتقل شوي على موضوع المعدات والآلات بكافة المشافي التابعة للحكومة السورية. هل كان في تطور وتحسن تجاه هذا الموضوع؟ بذكر نحن من فترة حكينا عن موضوع مشفى البيروني والآلات اللي كانت موجودة فيه. نعم. بالنسبة لمشفى المواساة. نعم. هلأ المشفى المواساة إذا بنحكي على الواقع الحالي، الحمد لله كل الوسائل الاستقصائية الضرورية لمقاربة الحالات المرضية متوفرة، سواء كان طبقي محوري، إيكو، تصوير بسيط، ماموغرام، بالإضافة طبعا للفحوصات الاستقصاءات المخبرية، طبعا باستثناء المرنان لأنه جهازنا أمريكي. وللأسف مشفى المواساة الجامعي اللي هو مشفى جامعي بالنهاية موضوع تحت قائمة العقوبات، صحيح، هذا خلافا لكل شرعة دولية، صحيح، اللي هي بتقول انه الغذاء والدواء محيد عن كل الصراعات، صحيح، سواء الداخلية ولا الخارجية. بس للأسف عندنا مشكلة بشان بقطع الغيار لأنه الجهاز بحاجة لقطع غيار، بس شغالين عليه وإن شاء الله خلال خلينا نقول فترة بسيطة حنأمنه بطريقة أو بأخرى. القسطرة القلبية كمان هلأ تم إعادة تأهيلها الأسبوع الماضي، وإن شاء الله بعد رأس السنة كمان حيشتغل جهاز القسطرة من جديد، القسطرة القلبية. طبعا هذا عم يوفر على المواطن أولا، طبعا نعرف كلنا كلفة الكلفة العالية للاستشفاء. اثنين واللي هو الأهم كمان بالنسبة لمشفى المواساة هي الموضوع التدريب، يعني مثلا الأخصائيين الدراسات العليا كمان مشان يكون مستواهم التدريبي لازم يكون الأجهزة كمان كلها شغالة مشان يتدربوا عليها. صحيح صحيح. طيب دكتور، هلأ قبل ما تخلص السنة سمعنا عن متحور جديد هو من ضمن الكورونا، من ضمن جرثومة الكورونا. طيب هلأ نحن كيف بنتصدى لهذا الموضوع، وكيف أنتوا يعني في عنا متحور جديد وممكن يكون خطر وممكن يبلش كوباء، فنحن كيف نتصدى لهذا الموضوع؟ هلأ أول شيء صحيح معلومة، الكورونا هي فيروس وليس فيروس. التحور هو جزء طبيعي من تطور وتحور أي فيروس. الفيروس ما بيتكاثر بشكل عفوي هو بذاته، لازم يدخل على خلية حية بيستعمر جهاز الجيني، من خلال جهاز الجيني هو بينتج نفسه. فبعد ما تتشكل المناعة سواء باللقاح أو المناعة المجتمعية أو فبصير من الصعب بشكله أنه يدخل على الخلية، فبيغير من شكله، بيغير من البروتينات الموجودة على الغشاء الخارجي تبعه. فهذا أي فيروس بصير في نوع هذا بيسموه التطفر، التغير، التحور، بيغير من شكله مشان يقدر يدخل على الخلية الحية. هلأ آلاف الطفرات صارت حتى على الكورونا. هلأ آخر التطفر اللي هو كان الـ EG5 أو الـ ARS أو هلأ عم نحكى على الـ GN1، هذا التطفر صار جديد على الفيروس، حكت عنه منظمة الصحة العالمية. هلا أنا شو بيهمني بأي فيروس أو تطفر بموضوع الكورونا؟ أول شيء نسبة السراية، إنه الانتشار تبعه. اثنين، إنه نسبة الوفيات فيه عالية ولا لا، نسبة دخول العناية المركزة فيه عالية ولا لا، صحيح. هذا اللي بيهمني بأي تطفر. هلا بنقدر نقول، والأعراض طبعا أكيد، هلا بنقدر نقول إنه هذا الإيجي فايف أو الإيرس نسبة السراية فيه عالية جدا، يعني بينتشر بسرعة.
بس نسبة الوفيات فيه كتير قليلة، نسبة دخول العناية المركزة نادرة، تمام. أعراضه هي من الأعراض الخفيف إلى المتوسط، هي عبارة عن معظم الحالات هي أعراض تعالج بالمنزل، لا في ما في داعي إنه تكون مشفوية تقبل في المشفى. أعراض تقتصر على حرارة وسعال ووهن وتعب، أحيانا عم يترافق بأعراض هضمية، أحيانا نقص شم، تذوق، وسعال طبعا أحيانا عم بيصير، بس هي أعراض خلينا نقول بالأغلبها هي أعراض من النوع الخفيف إلى النوع المتوسط، مسيطر عليه يعني، فهو خفيف يعني، هو ليس من لذلك منظمة الصحة العالمية شو قالت؟ إنه ما في داعي طبعا للهلع، إنه نخاف ولطيف ونرجع لازم نحن دائما، بس لازم نقلق دائما، مو بس الهلع ممنوع بس القلق مشروع، إنه نقلق إنه بشكل إنه نرجع نطبق الإجراءات الوقائية الاحترازية، نبتعد عن الأماكن المزدحمة، نرجع نلبس الكمامة، الابتعاد عن خلينا نقول العادات الحميمية، القبولات والآخره، بالسلام وبالنظافة الشخصية، تعزيز المناعة، هاي كلها لازم نرجع عليها. هون عم نحكي على قلع وليس هلع. لذلك شو استخدمت منظمة WHO؟ استخدموا مصطلح إنه في متحول جديد، والمتحور هذا جدير بالاهتمام وليس إنه جدير بالخوف، إنه يعني جدير إنه يندرس، بس مو هو إنه نهلع ومثل ما صار. دكتور، على ذكر موضوع كورونا، نحكي شوي عن العلاجات. هل كان هناك علاجات لحالات نوعية تضاف لقائمة إنجازاتكم لهالسنة بالكورونا؟ سواء بكورونا أو بحالات أخرى. بكورونا أول شيء طبعاً كلنا بنعرف إنه كورونا هو عبارة عن فيروس، ما في علاج نوعي، يعني إنه إذا أخذنا من عالج هاي الكورونا، العلاج هو علاج بيتضمن أول شغلة طبعاً إذا كان بالنسبة للمشافي، هو المحافظة على الأكسجة، إعطاء مثل مفعلات المناعة، الفيتامين د، الفيتامين سي، أحياناً كنا نعطي مغنيسيوم، وليس علاج خافضات الحرارة، أكيد الباراسيتامول، فهدول العلاجات الأساسية المقاربة، بس ما في علاج نوعي. بس مثل ما حكينا كمان أنه نقطة مهمة، أنه هو الحالات معظمها خفيفة، تقارب مثل الإنفلونزا، مثل الرشح، مثل وهون كمان بدي أضيف نقطة مهمة مشان اللغط اللي عم بيصير، أنه أنا ما في عندي تقنية بسوريا قادرة تعرف لي أنه هذا المتحور هو الأجي 5 ولا الأنجي جي إن 1 ولا، ما في عندي تقنية. أنا عندي تقنية بسوريا إنه بتقول لي يا كورونا يا ما في كورونا، ما في كورونا تماما، ما عندي تقنية اللي أنه متحور. صحيح. لذلك اللي عم نشوفه هلأ هو في زيادة بالإنتانات الفيروسية. الإنتانات الفيروسية هاي ممكن تكون كورونا، ممكن تكون إنفلونزا A، إنفلونزا B اللي هو H1N1، هي أصلا وقتها هلأ، وهلأ وقتها. صحيح. ممكن تكون في كمان RSV، RSV هو الفيروس المخلوي التنفسي، تمام، هذا اللي كنا نشوفه بس عند بالسنة الأولى، مزبوط. بس هلا للأسف إنه عم نشوفه حتى عند الكبار. صحيح. والرشح، الفيروس الرشح العادي، فالمقاربة عم تتم هي من خلال الأعراض، إنه تعزيز المناعة بغض النظر إنه أنا شو كان المسبب. تماما. دكتور، داهمنا الوقت نحن، وكنا حابين نستفيد أكثر ونحكي أكثر بالتفاصيل، بس نحن خلينا نسأل آخر سؤال، اللي هو إنه نحن شو تطلعاتنا الطبية لسنة 2024؟ هلا تطلعاتنا الطبية طبعا لسنة 2024 هو العمل على مزيد من الإنجازات الطبية على الصعيد العملي، العمل أنه يكون سنة صحة وخير لكل مواطن عربي سوري. نتمنى أنه الصحة والعافية تعم بالخير على قطرنا العربي السوري، ونقدم نكون قادرين انه الاستراتيجيات اللي حطيناها انه تتحقق، لانه كنا نحن بازمه. صحيح. حرب
كنا بأزمة زلزال، كنا بأزمة مجموعة أزمات متتالية، فحطينا نحن مجموعة استراتيجيات إنه نقدر نطبقها، استراتيجيات كانت اعتمدت إنه هاي استراتيجيات مفروض تكون قابلة للتطبيق. اثنين، تراعي تقديم الخدمة بأعلى مستوى. ثلاثة، الحفاظ على التنمية الدائمة والمستدامة، إنه أنا كمان مطور. وهذا نشوفه إن شاء الله جديد هلأ بالشيء اللي حيصير بمشفى المواساة بالمجمع الطبي، اللي هو يكون أكبر مجمع طبي ليس في سوريا وحدها وإنما حتى في دول الجوار. إن شاء الله حتى حيشوف خلال أشهر حيشوف النور 173 سرير ما شاء الله. في عنا 11 طابة مهبط طائرة ب 27 سرير عناية مركزة، حيقدم الخدمة الإسعافية ل 1500 مريض ما شاء الله يوميا، بدلا عن 400 مريض. المواساة حاليا 400 باليوم تمام. الإسعاف عم نحكي، هذاك بصير 1500 ما شاء الله، يعني حوالي الأربع أضعاف تماما، أكثر أم بلا أربع أضعاف تماما. دكتور عصام شكرا كثير لوجودك معنا لليوم، حقيقة شرف كثير كبير لإلنا إنه قامة علمية مثل حضرتك تكون صحيح. متواجدة معنا بختام هاي السنة. أهلا وسهلا، بتمنى لك كل الخير والعافية والصحة إلك ولعائلتك الكريمة ولكافة الكادر المعني بمشفى المواساة. وأنتم كمان الله يعطيكم العافية، وكمان عم تساهموا الإعلام هو السلطة الرابعة اللي هو رديف مهم لإلنا بنشر الوعي، اللي هو جزء مهم من الشيء اللي عم نحاول نساويه بي على الصعيد الطبي. شكرا لك دكتور، كثير تشرفنا بوجودك. اهلا وسهلا. حصيلة سنة 2023 كانت كبيرة بالإنجازات الطبية رغم الأمراض والتحديات الصحية يلي واجهناها. هالشيء أكيد أعطى أمل لآلاف المرضى اللي ممكن تتغير حياتهم بفضل هالإنجازات. لنعرف أكثر شو كان معنا ب 2023 خلونا نتابع هالتقرير سوا. شهدت سنة 2023 تطورات وأحداث إيجابية بمجال الطب على الرغم من التحديات الصحية المرتبطة بالمناخ والأزمات. وأول إنجاز طبي كان بأكتوبر الماضي، خلال هالشهر وافقت منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية على لقاح الملاريا يلي راح يكون متوفر بمنتصف سنة 2024. وشهد عام 2021 وفاة أكثر من 600 ألف شخص بسبب الملاريا. أما الإنجاز الثاني فهو إحراز العلماء تقدم بواحد من أكبر المخاوف الصحية وهو الخرف. ورغم عدم وجود علاج مثبت للخرف لحد الآن، إلا أن الأبحاث العلمية المنشورة هالسنة نجحت بمعرفة المزيد عن المرض واكتشاف العديد من الخطوات لتقليل خطر الإصابة فيه. الإنجاز الثالث متعلق بلقاح ضد التهاب السحايا، فقامت منظمة الصحة العالمية بتأهيل لقاح جديد ضد المكورات السحائية وأصدرت سياسة لاستخدامه، بيتمتع بالقدرة على إحداث تغيير جذري بمكافحة التهاب السحايا. الإنجاز الرابع تحديث قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية بسنة 2023 بإدراجات جديدة لعلاجات التصلب المتعدد والسرطان، راح تسهل القائمة المحدثة الوصول بشكل أكبر لأدوية وعلاجات مبتكرة اللي يمكن أن يكون إلى تأثير كبير على الصحة العامة على مستوى العالم. الإنجاز الخامس كان الاتفاق على إعلان سياسي جديد بشأن التغطية الصحية الشاملة المتمثل بحصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية، وتم التوقيع على إعلان سياسي جديد بشأن القضاء على مرض السل مع أهداف جديدة طموحة للسنوات الخمسة القادمة لتعزيز الجهود العالمية نحو القضاء على وباء السل. أول ما يصير حمل عند المرأة بتحاول كتير تكون حذرة بالأكل وبالروتين وبالعادات اليومية لحد ولادة الطفل، بصير الحذر أكبر بهالفترة، ممكن الأخطاء تكتر بالتعامل مع الطفل لأنه بيكون في ألف رأي عم ينحكالة صحيح. وهالرأي بيكون استناداً للعادات والتقاليد وأكيد مطبي. وبما أنه هالحلقة خاصة بنهاية سنة 2023 رح نستضيف طبيبة مميزة قدرت بمحتواها الطبي الخاص بالأطفال أن توجه الأمهات لكيفية التعامل مع أطفالها والانتباه للتفاصيل والأخطاء يلي ممكن يرتكبوها خاصة الأمهات الجدد، ورح نحكي كمان شوية معلومات ونصائح عفواً عن كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو دكتورة سماح صالح محمد، طبيبة أطفال وصانعة محتوى طبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا، ينعاد عليك بكل خير وصحة وعافية أنت وعائلتك الكريمة، وعن جد شكر كتير كبير إليك عنك عم توجهي الأمهات الجدد لهيك موضوع، فكمان نحن منعايد كل الأمهات اللي صاروا أمهات
ب 2023. كل عام وانتم بخير وكل سوريا بخير، امهات وبيبيات صغار وكبار. وكل عام وانتم بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب. دكتورة بداية، المحتوى اللي أنت حضرتك بتعرضيه هو عم يجذب الكبار والصغار صراحة، لأنه أنت بتحكي بلسان الطفل. خلينا نحكي شوي أنه كيف بلشت معك هاي الفكرة؟ تمام. هلأ أنا أول ما فت كلية الطب البشري يعني حبيت أنه ورجي الجانب المضيء للطب، الشيء اللي نحن لازم ناخده من العلم. دائما كنت نادي أنه العلم هو ناجينا الوحيد، بس كيف بده يكون ناجينا الوحيد؟ يمكن صحيح. من أول ما بكون أنا طالبة فخطرت ببالي فكرة أنه أكتب محتوى طبي، وبلشت فيه من السنة الثانية بالطب البشري. بعد يعني سنوات صرت أدرس طب أطفال، حس أنه طب الأطفال أنتوا بتعرفوا كدكاترة أنه هي مادة شوي صعبة، يعني صح. أنه تقيلة كتير، مش شوي صعبة. نحن عنا أسنان الأطفال كتير صعبة هي المادة، فهي كتير تقيلة على الطالب، كيف ما بدها تكون تقيلة على الأم أو على المتلقي مين ما كان يكون. فبلشت بأول مقال كتبته وقتها عن الولادة الطبيعية بلسان الجنين. وقت شفت الحب من الأمهات، شفت أنه هنن كانوا عم يبكوا وعم يتذكروا لحظات حلوة، فحسيت أنا مو بس يعني ورجيتهم العلم قديش حلو ممتع، ورجيتهم أنه العلم بيعطي عاطفة، وهي العاطفة ضرورية وحلوة. فكتير حبيت فكرة أنه أنا عم بقدر أقدم حب من خلال العلم، عم بقدر حب من يعني أقدم حب من خلال الفرع، أكثر فرع حبه بحياتي. مزبوط. فكملت بالقصة وبالمحتوى الطبي، وأنا صار لي 6 سنين بكتب محتوى طبي. ضليت أكتب بلسان الطفل، صاروا الناس يعني يحسوا أنه البيبي هو اللي عم يحكي، فأنه هنن ما يأخذوا المعلومة كطبية، يأخذوا المعلومة أنه من ابنهم ذات نفسه. يعني نحن مو بس عم نربي ابننا، نحن عم نحكي معه هذا المخلوق اللي ما نقدر أنه يوصل لك شو وجعه شو حاجته. أنا عم حاول من خلال العلم أنه أقول لك أنه 1 2 3 لساعدك على أنه يربى هذا الطفل ببيئة سليمة صحية. والشغلة الثانية اللي أنا يعني كتير حبيت أني أكمل فيها، وقت كنت أعمل سيرش على المجتمع الغربي لقي أنه في كتير قصص موجودة عندهم ما أنا موجودة عندنا. يعني نحن بمراجع طب الأطفال هي مراجع بتعالج الأمراض أكثر ما بتحكي بالأمور الطبيعية أو بتطور الروحي الحركي أو بتحكي عنه. أو أنا كطبيب أطفال بعيادتي ما كتير بيخطر على بالي أحكي عن هاي القصص. فأنا وقت شفت أنه في كل هالتطور هناك، في دليل كامل بيقدموا للأمهات من أول ما بينجبوا طفل صحيح. لحتى يربى هذا الطفل بطريقة صحية وسليمة وفق العلم، ليش ما بيكون هذا الشيء بسوريا؟ صحيح. حتى هنن تعقيبا على حديثك دكتورة بيوزعوا مثل الكتيبات صحيح. بتساعد الأهل الجداد أنه كيف هنن بدهم يختبروا مشاعر جديدة، كيف بدهم يتعاملوا مع هاي الأمور كلياتها. يعني صراحة صحيح. وأنت عم تجيبي أول بيبي، العالم بتفكر أنه البيبي نحن بنعرفه هو غلط، كثير غلط. انت عم تتعرفي عليه صحيح. وانت عم تتعرفي عليه، هل انت بتعرفيه بشكل كامل او خالتك او امك او ستك او لا؟ ما مو كلهم مثل بعض ابدا تماما. وكل طفل له خصوصيته صحيح. فوقت العلم بيحاول يساعدك قدر الامكان لتتعرفي عليه بطريقه صح، هالطفل رح ينمو صح. والطفل بالاخير هو نواه الاسره، والاسره هي نواه المجتمع. اذا طلعنا طفل سليم رح نطلع اسره سليمه، رح نطلع مجتمع سليم. اكيد. بسم الله دكتوره، برافو عن جد كثير على الشيء اللي انت عم تقدميه. دكتوره، على اي اساس بيتم اختيار المحاور او المواضيع اللي حضرتك بتطرحيها؟ هلا بشكل كثير مهضوم. انا وقت كنت ادرس بالكليه فيمرق معي مثلا بالمحاضره شيء حسه انه مهم حطه، بس اغلب الاوقات وقت اشوف الاطفال بصراحه، يعني انا مثلا شوف بيبي عم يمص اصبعته بيلفت نظري انه خليني احكي يخطر ببالك الموضوع. بشوف بيبي عم يلعب بلهايته خليني اعرف انه ايمت البيبي ببلش يقدر يمسك اللهايه. فانه هاي القصص كانت كثير انها تلفت نظري، وانت بس تحطي طفل قدامي وتركيني اكتب، فكانت وقتها هي اكثر شيء تعطيني الالهام. وشغله ثانيه هي تعليقات الامهات، يعني الملاحظات تبع الامهات. انا من الاشخاص اللي دائما يعني بينتقد محتواي هنن جمهوري نفسه، جمهوري هو اللي بيقول لي اتطوري بهي، وقفي هي، عدلي هي. فانا بناء على الجمهور وعلى تفاعله وعلى تقييمه اتطور من المحتوى، ولهيك الناس يمكن حبوا، لانه هذا المحتوى ما بس صار يعني محتوى نت، هذا ابن هذا صحيح. الجمهور، فلهيك انهم حبوه وطوروه ولهيك وصل الحمد لله. التفاعل دائما يعني بيعطي نتيجه افضل. أكيد طبعًا. يعني انت ما عم تعطيهم هنن كمتلقين، هنن عم يقدروا يحاوروا بالموضوع. انهم بصراحه انا بوجه لهم يعني تحيه كثير كبيره، انا بفضلهم صرت هون، يعني انا بفضلهم. يمكن هلا انا كاختصاص يمكن سنه اولى بفضلهم انه انا قدمت شيء لبلدي وقدمت شيء لنفسي حتى. فيعني هنن الاساس، انا بدونهم ما كنت ولا صرت. بفضل محبتهم، بفضل تقديرهم، بفضل تعليقاتهم، هنن اللي رفعوني وهنن اللي علوني. فشكرا من كل قلبي لهدول الكب كيك البيبيات الحلوين ولامهاتهم جميعا.
برافو دكتورة. دكتورة أكيد لو ما كنت عم تقدمي محتوى بلامس الأمهات خصوصي الجداد ويكونوا فعلا كتير ضايعين يعني، فأكيد ما كنتي وصلتي لقلوبهم وحبوكي وتابعوكي. شكرا لإلون. الله يسلمك. طب دكتورة بداية خلينا نتخصص أكثر شوي بالموضوع. هلا الأمهات الجداد بيكونوا كتير ضايعين صراحة، وبيسمعوا كتير آراء من الجارة ومن الأخت ومن الأم. نحن كيف فينا نتعامل مع الطفل حديث الولادة؟ تمام. هلا التعامل مع الطفل حديث الولادة هو بحر بصراحة، يعني إذا أنا ما فيني أحصره بدقيقتين أو ثلاثة بدي حلقات لحتى أحكي كيف ممكن أتعامل مع طفل حديث الولادة. بس في شوية شغلات أنا بحرص أني أقدمها دائما بكل يمكن مقابلة تلفزيونية بطلع أو إذاعة، دائما بقول لهم للأمهات رجاء الحمل هو مو بس ثلاث أتلات، يعني نحن بنقول انه هو 9 شهور، لا هو مو 9 شهور، هو 12 شهر. هو 4 اتلات، في عندنا ثلث رابع ما حدا بيحس فيه، هو اول 3 شهور من حياه البيبي. صحيح. وقت بيكون البيبي لساته جديد على الحياه، جديد على الاكل، جديد على الرضاعه، جديد على امه، جديد على حتى السماع، الحواس كلها هون بيكون هو بحاجه ليتاقلم. هون انت بيلعب دورك كأم لحتى انت تعرفي تخليه يتأقلم صح، وتعرفي صحيح. تخليه يتأقلم بدون ما يصير عنده مشاكل. يعني أحد أسباب بقاء الطفل الليلي المسائي المعتاد من أول 3 شهور هو عدم التأقلم. صح. بكل هالبساطة نحن ما بنعرف، نحن بنفكر أنه مبغوص أعطيه يانسون، شو بدي أقولك مشاور أحملي هلأ صار وقت رضعته، جوعان طعمي لحسي لبنة، عطشان شربي مي، هذا كله غلط. يعني أنت بدك تتعرفي على البيبي صح، لازم أنك تقرأي العلم صح، وهذا يعني أنا اللي عم حاول أني أساوي. لأنه فعلا أنه أحيانا يمكن إذا تسأليني أنا كطبيبة بصراحة يمكن ما بعرف لو أني ما عملت يمكن سيرش واسع جدا لحتى عرفت أنه كيف بيربى البيبي. فهي أول شغلة أنا بركز عليها. ثاني شغلة أنه بأول سنة من حياته الطفل بيفكروا ما بيفهم، صدقوني بيفهم كتير صح، بيفهم من أول يوم بيخلق فيه، من أول ساعة حتى بيكون ببطنك هو فهمان. صحيح. هو سامعك، سامع دقات قلبك، سامع عاطفتك. حتى نحن عنا بالتطور الطبي، هو إذا بتعرفوا أنتوا الطفل الكينجر، الأطفال الخدج اللي نحطوا بتلامس جلدي بينهم وبين أمهاتهم، كان يعني بالنسبة لهم بالعناية المشددة طلعوا بوقت أقصر من أقرانهم اللي ما كانوا مع أمهاتهم. فقديش العاطفة مهمة، وقديش عم تأثر على البيبي، عم تأثر على مو بس على مرضه، عم تأثر على صحته. فكتير مهم بأول، لو سمحتوا بأول على الأقل 3 سنين لا تفرجوهم على شاشات، خلوكم عم تحكوا معهم، خلوكم عم تعطوهم كل الأهمية. حتى البيبي بعد عمر 6 شهور صدقيني عاطفته بتبلش تنبنى. يعني هلأ هو أول 6 شهور عاطفته بتميل للي بيلبي حاجاته، للي بيعطيه الرضاعة، للي بينيمه، للهي. بس بعد 6 شهور لا، بيبلش أنه يشوف مين عم يحبه، مين عم يهتم، خلص اكتفوا من هدوك، مين عم يحكي معه، مين عم يشيله وقت يبكي. هي الفكرة كتير مثلا بيقولوا أنه الولد قبل ليلته بيعرف شيلته لتعوديه على الحملة، هي أكبر خطأ. هذا الطفل بحاجة حمل عاطفة منك، بحاجة أمان، بحاجة حب، هو إسا لحد الآن ما نفهمان الحياة اللي حواليه. فقديش هاي الشغلة مهمة، لساته صعبة عليه صراحة، صعبة عليه. فقديش أنت مهم أنك تعطيه هيدا العاطفة. لهيك لو سمحتوا هذا البيبي بيفهم، تعاملوا معه مثل كأنكم عم تتعاملوا مع حدا عمره 30 سنة، بتحكوا له الحكايات الحارة والجارات كلياتها. ولو سمحتوا تحكوا معه، احكوا معه بلغة مفهومة، قالوا له انه هي شجره ماما ولوحي وفجره. هلا اكيد في مناغات بينك وبين البيبي، انت حره، بس باللحظات اللي انت بدك تعلميه فيها ما لازم تكون كل الوقت لغتك معنا مفهومه. صحيح. وقت يقاغي لك لو سمحتي تركيه لاخر شيء عم يعبر، لانه تماما ما تقاطعي. وكمان الخاله لو سمحتي لا تتساءلي عليه. اول بصراحه اول 4 شهور من عمر الطفل بيكون لسه ما متعود على اكثر من حاسه تكون حواليه، فبينزعج انه اذا سمع وشاف ولمس كتير أوفر عليه. كتير أوفر عليه. هاي شغلة. شغلة تانية، ما بيشوف أبعد من المسافة اللي بين وشه ووش أمه وقت الرضاعة. فأنتوا عم تلوحوا له من بعيد، أنتوا بالنسبة له شبح. أنتوا تفكروا أنكم عم تحيوا. هيك بيبكي. بيدوج صح. في كتير بيدوج وقتها. الناس يمكن ما بتعرف حرام. بس هاي الشغلة كتير مهمة. فأنا هدول الشغلات يمكن اللي كتير بسيطة بس كتير بتأثر على مزاج البيبي كتير مهمة. والشغلة يمكن اللي فيني أقول لك قبل الأخيرة، إنه وقت مثلاً الرضاعة الطبيعية كتير أمهات بيجوني بهي الشكاوى، إنه ابني أول يوم ما رضع كتير، الدرة اللي طلعت كتير قليلة، ما عم تشبهه. يا جماعة محتوا للبيبي بأول أيام قد البنت، قديش البنت، قديش بدها حليب، ما بدها كتير. وهذا الحليب اللي عم يطلع منك كتير مغذي وكتير مفيد، ولازم انك تعطيها. والشغلة الثالثة انه الشيء اللي بدر الحليب هو مص الرضيع للحليب الأم. تمام. فأنت وقتها بتقولي ما عم يشبع تعطيه صناعي، هو من عاد شيء قليل مروة، جاي قليل مروة صراحة. لأنه هو متعود أنه يأخذ الأكل جاهز بالمشينة، أنه شو بده لحتى يرجع يمص ويعذب حاله. فوقت أنت بتعطيه الببروني، بتعود على الببروني، بترك الرضاعة الطبيعية، بيخف در الحليب.
فأنت وقتها بتكوني حرمتي من الرضاعة الطبيعية وزدت كلفة اقتصادية على نفسك لبعدين، حرمتي من الفائدة العظيمة اللي بتكون بالرضاعة الطبيعية. هي الشغلة كتير مهمة. وآخر شغلة هي المغص. أكتر شيء بيقولوا للأمهات مغص عم يبكي مبغوص. المغص هو بكاء 3 ساعات لثلاث أيام لثلاث أسابيع. إذا ما كان هيك ما نو مغص، هذا ممكن يكون مثل ما قلت لكم عدم تأقلم، نكد، محابب. فأنت كتير ديري بالك. وشغلي الأخيرة أنه لو سمحتوا بالمغص البيبي توتره، يعني توتره من توترك، إذا أنت هديتي عليه العلاج، أنتم متخيلين أنه العلاج الأول والناجع لمغص الطفل هو راحة الأم وهدوءها، وهذا الشيء ما بيتحقق للأسف لأنه بتكون عم تبكي لأنه هو عم يبكي. تماماً، هو ما بقى تعرف كمان هي غير الهرمونات. صحيح أكيد. أكيد. تمام دكتورة، هلأ رح ننتقل لموضوع هيك من وحي فيديوهاتك ونحكي شوية معلومات نحنا بدنا نصححها وتخبرينا شو تصحيحها. تمام حنبلش. تزييد الطفل حتى يروح المغص صحيح أم لا؟ هلأ ليكي، هي فكرة أنه أنت تدلكي له هي فكرة بتريحه لأنه هي بشوي بترخي العضلات. بس الفكرة الأسوأ اللي أنا شفتها يعني أنه كل هاتنا مندلك بزيت الزيتون، وزيت الزيتون هو الزيت الغذائي الوحيد الضار بالجلد، هو بيعمل تشفاف بالجلد وبيعرض للأكزيما. فأنتوا عملوا تدليك بالزيت بس مو بزيت الزيتون، هو هون مشكلة. أنه الشائع عندنا للأسف الشائع العام هو زيت الزيتون. أوكي زيته بس مو بزيت الزيتون، زيت الأطفال تماما، زيت جونسون مرطب، أي زيت تاني، في زيت النارنج كمان، أي زيوت تانية غير زيت الزيتون. هي الشغلة الوحيدة اللي خطأ، وهي كتير كتير بهمني أنه أنا وصلها للناس أنه أوكي معلش أنا معكم بس جاءت مو زيت الزيتون. مو زيت الزيتون تماما. تمام. طيب دكتورة، أعطاء الطفل المي والسكر ومنقوع التمر قبل ما تجي الدرة. للأسف هي الفكرة، أنه أنت وقت عم تعطيه مي وسكر وعم تعطيه منقوع التمر، أنت شو عم تعملي؟ أنت عم تحرميه الرضاعة الطبيعية، وهو عم يتعود على المي والسكر وعم يتعود على منقوع التمر. هلا بيقولوا لي في دكاترة بيقولوا لنا أنه شربيه مي وسكر أولي. يا جماعة صدقوني طبيا وعلميا التشفاف اللي ممكن يصيب الطفل نحن بنعطي فيه محاليل خاصة، حاليل إيماها خاصة تكون موجودة بالصيدليات بتراكيز معينة، أنت ما نك قادرة تعطي هاي التراكيز. السكر بنسباته العالية بتعمل إنتانات معوية، فأنت وين عم تفوتي طفلك؟ والمي ممنوعة للطفل قبل عمر 6 شهور. العالم بتفكر أنه إيه معقول؟ قلون إيه معقول؟ لأنه هو ما له بحاجة عم يأخذ المي من رضاعتك. صح. عم قلك معدته أتحبت منه، شو عم تعطيه أنت؟ صحيح. يعني أنت عم تحرميه المغذيات اللي موجودة بحليبك وما أنا موجودة بشيء غيره. بس عندي أنا واحدة أهم منهم، هرسيلو رز. هرسيلو رز وطعميه رز. للأسف أنه هي شائعة كتير عامة، والعالم تفكر أنه الرز كتير مفيد. للأسف أنه الرز هو أكتر شيء فيه معادن ثقيلة وفيه زرنيخ، نحن بنخاف منه كتير وما بنصح فيك أول أكلة يعني بنعطيها للبيبي، لأنه لا فيه فائدة وغالباً فيه مضر. هلأ بيشو العالم بيقولوا لي أنه بحالات الارتجاع المعدة المريئة اللي بتصيب الطفل ومعظم الأطفال بتستفرغ أول 6 شهور، نحن بننصح أنه نكسر الحليب الصناعي بمية رز. يا جماعة هي حالة مرضية، بحالة مرضية بكسر كسر مو كله مية رز بس لحتى ساعد البيبي لتقل هاي المية النشا، لتقل شوية الحليب لحتى ما يرجع يصير فيه ارتجاع. بس بغير هيك بالحالة العامة ننصح بالشوفان أو بالشعير أكثر من الرز. الرز مضر للأسف، يعني ما يهرسوا لا 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 بليز لا بقى تهرسوا. شوفان افضل، شوفان او الشعير او اي شيء ثاني غير الرز. تمام. تمام. طيب اعطاء المي قبل عمر السنه بكميات كبيره. تمام. هو هي الفكره، بعد 6 شهور نحن بنعطي مي بس بنعطي مي بكميات قليله. بيقولوا لي لا يعني عطشان معقوله ما نعطي؟ يا جماعه المي بالنسبه الكبيره كليته ما ناضجه، فوقت عم تستقبل مي بطريقه كثير كبيره ما بتعرف وين بدها تصرفها، فممكن نفوت بتسمم كلوي وموت. وين رايحين انتم؟ يستغربوا العالم انه معقوله؟ اي معقوله، لانه لساته هو صغير كليته لساته ما ناضجه، فبنعطي بس بالحد المعقول بالحد المعتدل. وحتى اساسا علميا نحن وقت بنعطي بعد 6 شهور بتعرفوا ليش بنعطي؟ لنعلمه انه في شيء اسمه مي، لنعلمه انه في شيء اسمه بدك تبلع شيء اسمه مي السائل، مو اكثر من هيك. حنا تستغرب انه يعني معقول يا دكتورة؟ بقول لهم ايه معقول، فوتوا وشوفوا. يعني فانه كثير هي الشغله حساسه لعمر 6 شهور، رجاء الله تحطوا اي مشروب الا الحليب. صح. لانه الحليب فيه كميه مي كثير كبيره بتناسب معدته بتناسب كليته بتناسب جسمه، اكثر من هي الكميه بتبلش تاثر سلبا. بعد 6 شهور بنعطي بس بكميات صغيره لا تتجاوز كاسه الشاي الصغيره. تمام. اخر سيناريو دكتوره، بتكون قاعده الست او الخاله او عمه البنت وهيك، وحتى هالبوبو بحضنها وبتمسك لك لحسة لبنة وبتحطها بتمه.
أنا متأكدة صارت مع كل الأمة طبعاً. ولما تجي الأم بتطوش بتقلك والله العظيم كلياتهم عملت لهم هيك وليكن كبروا وصاروا شباب وعين الله عليهم والله أنتم فزلكين. صح صح ولا لا؟ صح للأسف. بيعملوا 3 شهور بيبشوا يقولوا لحسي لابنك، يعني هي الجملة كتير شائعة عنا بالمجتمع السوري. هلا يا جماعة رح أحكي شيء يمكن تنصدموا فيه، بس الأمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والضغط والأمراض اللي عم تجي لبعدين هي بسبب أخطاء الطفولة. صحيح. هي القصص يمكن العالم ما بتقدرها، ما بيعرفوا هي الحساسية اللي عم بتصير كلياتها عنا، وهي الأمراض اللي عم بتصير حتى على بكير بعمر الشباب لهالسبب هذا لهالأخطاء. صح. هي يا جماعة نحن عنا يعني قبل عمر 4 شهور أو حتى قبل عمر 6 شهور لسه بيبي ما نجهز، لسه معدته ما ناضجة، لسه كلياته كجهاز يعني كأجهزته كلياتها لساته صغيرة، ما بدها غير الحليب، ما بدها غير القيم الغذائية تبع الحليب. وقت أنت عم تعطيه هدول الشغلات أنت يا أما عم تقلي على معدته على كبده على كليته على كل شيء، فأنت وين عم تفوتي؟ وبالشغلة الثانية مثل ما قلت لك هي الحساسية، حساسية الأطعمة. صحيح يعني أنا طبعا عم فوت مواد غذائية أو حتى مواد كيماوية أنا اللبنة شو بعرف تماما فيها. حقيقة حتى دكتورة يعني لو هذا الموضوع عن جد بيناسبه كان الله خلى بدال الحليب سوري لبنة، يعني صحيح إنه والله عن جد فعلك يعني ما منطقي أبدا. الله حاط لهم الحليب حليب خلص يعني لا متدخل كثير. وقت بقول لهم إنه مثلا الأبحاث الأجنبية بتقول إنه لا، بيقولوا لي شو بيفهموا الأبحاث الأجنبية، نحن ربينا وكبرنا وما صار شيء. نحن ربينا وكبرنا وما صار شيء طبعا هن لا ما في اعتراف إنه صار شيء يعني خلص هذا الجيل مفزلك يعني حاليا نحن مفزلكين قطعا للأسف. مزبوط. هلا يمكن دكتورة فرح بدها تسألك عن شوية نصائح كونه هي ماما. أنا لسه ما صرت مامي صراحة. قديش عمر البنوتة؟ صراحة بنوتة ولا صبي؟ عندي بنوتة وعندي صبي. قديش أعمارهم ما شاء الله؟ 5 سنين و2 سنين. اه لا هلا هدول هم كبروا يعني كبروا شوي قطعت هي المرحلة فأنا عم بسمع هلا رجعتوني على اللبنة والمي 6 شهور خلصنا منهم هدول. طيب تمام دكتورة، طب بتحكي لنا شوي عن أهم النصائح؟ هلا برأيي يعني أهم النصائح الطبية أول شيء أنك صراحة كتير بركز على الأعمار الصغيرة الرضع حديثي الولادة، ففي أحد النصائح اللي هي اليرقان اللي بيجوا فيه الأطفال معظمهم بيجوا معهم يرقان، فبنبلش كمان القصص تبع الخالات والستات أنه شي يعطيه نص الحبة، نص الحبة لا هي فينو في وحدة أحلى تحت الضوء بيفقسوا بيضة عليه والله العظيم. هي سمعتها فيديو للأسف. إيه فبيبلشوا إنه هنن يجربوا فيه شيء إنك عطيه مية وسكر، شيء إنك مثل ما قلت أعطيه هي النسب العادي تمام. تبع البيت هي الفكرة إنه هذا اليرقان هو يرقان فيزيولوجي طبيعي، دليل على إنه هو عنده كان كريات حمرة كتير وعنده للأسف كبد لساته شوي غير ناضج بأنزيماته. وقت بيولد البيبي ببلش يتغير كل جهاز الوعاء الدموي لأنه صار معتمد على قلبه وعلى قلب الماما، فوقتها رح يصير فيه تحطم لكريات الحمر ورح يطلع هذا الصباغ الأصفر اللي عم يعمل اليرقان. منراقب الطفل نحن معكم، ولكن العلاج لليرقان هو العلاج الضوئي والموجود فقط في حاضنات المشافي بطول موجة محدد. بالنيونات نحن ما رحنا على الشيء. الفينو باربيتال هو عبارة عن دواء عصبي ممكن يعمل كتير مضار لصحة الطفل. رجاء تبعدوا عنه بكل النواحي، بعدوا عنه المي والسكر مثل ما انه ممكن تعمل انتانات معويه، هي احد اهم الشغلات اللي كثير ممكن تجي عند البيبي. كمان بالنسبه للفتق السري وقت بيحطوا كمان ليره معدنيه عليها لانه هي كمان الفتق السري بيروح لحاله. رجاء لو سمحتوا لا بقى تحطوا عليها ليره ليره كلياتها جراثيم وفيروسات، انتم عم تعرضوا السر للانتانات يعني منفوت فيها ما عاد نعرف نطلع منها. ديروا بالكم. شغلة كتير حلوة مثل ما قلت لكم إنه احكوا مع بيبياتكم، حبوهم، غمولهم، احكوا لهم قصص، تعاملوا معهم كأنه مثل ما قلت لكم هنن كبار ما هنن صغار، هنن بيفهموا عليكم. ودائما وأبدا الطفل يا ماما أكثر حدا بيحبك. صحيح صحيح. قلبه مرتبط بقلبك حتى علميا في خلايا اسمها الخيمرية الدقيقة موجودة من الطفل للأم ومن الأم للطفل، فهو حرفيا منك وفيك. تمام صح. فلو سمحتي مو لو سمحتي إليك، لو سمحتي للمجتمع لك خلوا الأمهات تربي مثل ما فطرتها بتقلها مثل ما غريزتها بتقلها. صحيح أنا عم بعطيك علم لساعدك بس غريزتك هي اللي حتكبرها بحب وبعاطفة وبحنية. دكتورة حب كبير لك للأمهات. دكتورة كتير داهمنا الوقت، نحن حقيقة كانت كتير فقرة ممتعة. شكرا كتير لوجودك معنا بآخر حلقة من 2023 ببرنامج دوز. كتير استمتعنا مع حضرتك، إن شاء الله أكيد إلنا لقاءات أخرى لاحقا. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بكل خير يا رب. قلبي ينعاد عليكم على كل الأمهات بكل خير يا رب. تسلمي. الله يسلمك يا رب. وبعد كل هالمعلومات والدراسات الطبية وصلنا معكم اليوم لختام حلقة برنامج دوز. إن شاء الله نكون قدرنا نقدم لكم هاي السنة جزء من اهتماماتكم الطبية ونكون قدرنا نفيدكم ونقدم محتوى طبي هادف
مليء بالأبحاث والعلاجات هلأ بنهاية سنة 2023. وأكيد طبعاً ونحن موجودين معكم دائماً عبر الهواء مباشرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وإنستغرام لنعرف اقتراحاتكم وشو حابين نطرح معلومات وأمراض جديدة ونحكي عنها بالتفصيل. على أمل يتجدد موعدنا معكم الأسبوع الجاي بسنة جديدة. كل عام وأنتم بألف خير. باي باي.